تعرف حضرتك لما نوصل للنقطة دي، طبعا احنا كنا محظوظين ان كان في الوقت ده هيكل رئيس التحرير. صح. وهيكل لو احنا رجعنا للارشيف الاهرام هنلاقيه كتب 3 مقالات بيرفض كلمة تأميم. هو عاوز يخففها شوية عشان يدي نوع انه ده نقل، انتقال من مرحلة الى مرحلة. وكان بيطمئن القراء انه الخدمات مش بس كده. حضرتك شاورت على ده، هو هيكل كان له حصانة سياسية كبيرة، يعني مكانة، يعني مكانة الأهرام قد تصل به إلى ما فوق السقف، كانش في أي مطبوعة تانية تقدر تعمل ده. يعني هو وجود هذه الشخصية الفذة إدت سقف كبير للأهرام بالرغم من التأمين. بكل تأكيد، لأنه خلي بال حضرتك برضو في الوقت ده احنا بنعتبر أن الوقت هيكل ده وقت التأسيس الثاني للأهرام.